عشر. سيدة محمد، بعد التحية والتهنئة، ما أبرز نقاط قوة الملف الإماراتي التي حسمت المنافسة لصالحه منذ فترة طويلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نبارك لكم فوز دولة الإمارات باستضافة البطولة، مبارك لدولة الإمارات أيضا قيادة وشعب والقيادات الرياضية. طبعا ملفنا كان فيه معلومات كافية باستضافة الدولة لهذا الحدث، سواء كان على مستوى المعلومات العامة اللي موجودة في دولة الإمارات، طبعا المنشآت اللي متوفرة اليوم عندنا منشآت في مدينة العين ومدينة أبوظبي وأيضا مدينة دبي، ووشيد أيضا بهذا الدور اليوم عندنا استاد هزاع اللي هو اليوم الأحدث على مستوى المنطقة. طبعا الملاعب التدريبية والفنادق والمواصلات والتكنولوجيا والأمن والأمان اللي الله يدوم علينا إن شاء الله دائما، والخدمات الطبية اللي متوفرة سواء كان الفنادق أيضا المدن متقاربة من بعض والمسافات ليست ببعيدة، والدولة استضافت من قبل أيضا بطولات عدة على المستوى الأسيوي على المستوى الدولي. أذكر فيها على المستوى الأسيوي استضفنا كأس العالم، كأس آسيا للشباب، واستضفنا أيضا كأس العالم للأندية على المستوى الدولي وكأس العالم للناشئين سابقا. فأعتقد أن الملف كان مدعوم بمعلومات كافية والاستحقاقات المتوفرة اليوم. نعم. سيد محمد الكافية. سيد محمد، دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف نهائيات أمم آسيا للمرة الثانية في تاريخها، ما أبرز الأهداف التي تنشد تحقيقها؟ نحن الحمد لله استضفناها مثل ما قلت في 96 وكانت ناجحة بكل المقاييس، سواء على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الفني أو الحضور الجماهيري. اليوم الحمد لله دولة في تطور ومواكبة تطور دائما نحن نطمح أن نرفع سقف التنظيم. اليوم شفنا التنظيم اللي صار في أستراليا، هذا يجعلنا نحن في تحدي لأن ننظم البطولة بمستوى أفضل وعلى أعلى مستويات. نعم، كل التوفيق إن شاء الله. أمين عام الاتحاد الإماراتي لكرة القدم محمد عبد الله هزام الظاهري، وقد حدثتنا عبر الهاتف مباشرة من المنامة، شكرا جزيلا لك. في تصريحات إعلامية عقب إعلان فوز دولة الإمارات العربية المتحدة، شدد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة على القيمة الاستثنائية للنسخة 17. الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة أضاف أن الرهان سيكون كبيرا في دولة الإمارات في كأس آسيوية تسجل وللمرة الأولى مشاركة 24 منتخبا. مريان كركلة تقدم تفاصيل أخرى عن الحدث وعن السباق.